سيظل مطالبا بحقوقي حتى يحصل عليها. وهذا المشهد الذي حدث في الثلاث ايام اللي فاتت يثبت ان الشعب المصري نموذج ليس له مثيل في العالم. رئيس وزراء النمسا بيقول هذا هو الشعب المصري يكتب تاريخه بيده ولا يسمح لاحد ان يتحدث نيابه عنه ولا حتى لاخوان المسلمين. ان شاء الله هو الان يطالب بحقه بنفسه ويعلن انه يرفض انقلاب العسكر الدموي وكل ما تبعه من اجرام وقتل. هذا ما حدث في رضعه ولم نسمع من النيابه شكوى واحده وهي امينه على المجتمع ضد من قتل الالاف في رضعه وفي النهضه وعند الحرس الجمهوري وعلى وفي المنصوره وفي كل التجمعات ومنهم ابني عمار بلغت النيابه 15